لوحة غير مكتملة ودائمة التحول. هذه حال فلوريدا في كل انتخابات رئاسية. فاز ترامب هنا عام 2016، لكن كثيرا من الناخبين يعتبرون أن مشكلة ترامب ليست في سياساته بل في خطابه الذي يشوه صورة أمريكا. عندي آراء محافظة، لا يمكنني أن أجزم انتمائي إلى أحد الجانبين، لكني أجزم أن الوضع الآن ليس جيدا ويجب أن نعارضه. في العقود الثلاثة الأخيرة كان صوت فلوريدا دائما من نصيب المرشح الفائز. ساهمت الولاية في إيصال 6 رؤساء إلى البيت الأبيض منذ العام 1996، 3 منهم ديمقراطيون و3 جمهوريون. هي أكبر ولاية متأرجحة، واتجاه الناخبين فيها متبدل دائما. بعض الناخبين المتأرجحين أيدوه. أمي صوتت مع ترامب وهي لا تزال الآن واحدة من داعميه. أختي صوتت له لكنها ناخبة متأرجحة. الاستطلاعات تعطي جو بايدن تقدما طفيفا هنا، لكن ترامب يقلص الفوارق باطراد خصوصا في ضواحي المدن والأرياف. تحسن الاقتصاد يندرج بالتأكيد ضمن القضايا التي يدعمها ترامب، ولهذا فتحنا اقتصادنا هنا. سكانها 21 مليونا، وهي واحدة من أسرع الولايات نموا في الولايات المتحدة. عامل ساهم دوما في جعل نتيجة الانتخابات في فلوريدا سرا مخبأ حتى اللحظات الأخيرة. الانتخابات في فلوريدا تعيد التذكير دوما بالنزاع القضائي الذي حصل عام 2000 والذي حسم آنذاك لصالح المرشح جورج بوش الابن. ولهذا تبقى فلوريدا دوما أخطر ولاية متأرجحة، لأن الفوارق ضئيلة جدا في الأصوات، ولأن الانتماء الحزبي هنا متقلب باستمرار. من ميامي في فلوريدا، نبيل أبي صعب، العربي.